نلعب نربح نلعب ربح بلادي مع برومو سبور ديما رابح. سبور انفو. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه اخبار الرياضة من راديو مان. على بداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي كما تعرفوا كان انتصر البارح 4-0 في بطبيعة أولى جولات التصفية المؤهلة لكأس العالم القادمة 2026. منتخبنا كان انتصر على منتخب ساو تومي وبرنسيب كما قلنا بنتيجة 4-0. وسجل ياسين مرياح الهدف الأول في الدقيقة 45، وفي الشوط الثاني أضاف قائد المنتخب يوسف المساكني الهدف الثاني، والهدف الثالث كان سجله حمزة رفيعة، والهدف الرابع كان سجله فراس بالعربي. أعلن الناخب الوطني جلال القادري عن تواصل غياب محمد علي بن رمضان عن تشكيلة المنتخب بسبب الإصابة، وماهوش باش يتمكن من التحول الملوي مع المجموعة وباش يرجع لناديه فرانك فاروش المجري. كما تعرفوا منتخبنا يواجه في الجولة الثانية منتخب الملاوي نهار 21 نوفمبر بطبيعة مع غياب الياس العاشوري وكما قلنا محمد علي بن رمضان. في الجلسة العامة البارح كان عد رئيس الترجي الرياضي التونسي حمد المدب في تصريح رسمي انه الجماهير بالإحراز اللقب في جميع الفروع خلال الموسم الرياضي الحالي، وطلب المدب من جماهير نادي باب السويقة دعم الإطار الفني بقيادة طارق ثابت بعد ما حقق نتائج إيجابية منذ إشرافه على المقاليد الفنية للفريق. نذكروا الترجي الرياضي التونسي سجل عجز مالي بقيمة 3.5 مليون دينار، وإن بلغت المداخيل 46.4 مليون دينار، في حين قدرت المصاريف ب 50 مليون دينار خلال الموسم اللي تعدى. في الأواسط مكن المنتخب الوطني التونسي للأواسط من تحقيق الانتصار الثاني ليه على التوالي في كأس شمال أفريقيا المقامة بتونس بفوزه بثلاث أهداف لهدف واحد على النظير المغربي في المباراة اللي أقيمت بملعب فرحات حشيد بأريانا، وافتتح اللاعب يوسف بشا تسجيل للنصور في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة قبل ما يعدل رضا العلاوي الكفة المغاربة بعدها بخمسة دقائق، وعاد بشا ليضيف الهدف الثاني المنتخب في الدقيقة 74 أي بعد 10 دقائق من طرد حارس مرمى المنتخب المغربي بالبطاقة الحمراء بسبب لمسه للكرة خارج منطقة الجزاء، قبل أنه يختتم عمر بن علي ثلاثية المنتخب في آخر ردهات اللقاء. منتخبنا يواجه في الجولة القادمة اللي باش تتلعب بنهار الأحد نظير المصري في نفس الملعب، بينما باش يواجه المنتخب الجزائري نظير الليبي بملعب الكرم، ويكون المنتخب المغربي معفى من خوض الجولة هذه. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ شريف، إلى اللقاء. برومو سبور، نلعب نربح ونربح بلادي مع برومو سبور ديما رابح.